ليس الإيمان بمحمد ابن عبد الله، الإيمان بهذا الذي أنزل على محمد، وده في أوائل سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. إذا الإيمان ليس بشخص، الإيمان هو بكتاب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الإيمان هو بكتاب، وحين تؤمن بهذا الكتاب أنت تؤمن بكل ما فيه، تؤمن بالذي أنزله جل وعلا وما أخبر فيه بالملائكة والأنبياء والمرسلين إلى آخره. فليس الإيمان بشخص. في الأديان الأرضية بقى إيمان بأشخاص، يتحول الإيمان إلى محمد بن عبد الله نفسه، وأبو بكر وعمر وعباس وفلان وعلان والبخاري وسيد البدوي وعبد القادر الجيلاني وابن حنبل وابن عبد الوهاب وابن الذين إلى آخره كلها، ويتحول التاريخ تاريخ الأشخاص دي إلى دين. لكن في الإسلام في القرآن الكريم الإيمان إيمان بما أنزل الله على رسوله بالقرآن الكريم، إيمان بحديث القرآن الكريم فقط وبالله وحده جل وعلا فقط. الله سبحانه وتعالى ذكر في التوراة والإنجيل كلاما عن خاتم النبيين، وذكر هذا في سورة الأعراف عن النبي الأمي، وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الآية 157. ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث لموسى عليه السلام، وهذا الكلام جاء برضو في الإنجيل، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في آيتين إن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه، يعني عارفين بالضبط إن خاتم النبيين سيبعث في آخر الزمان إلى آخره. لكن هنا يهمنا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: فالذين آمنوا به وعزروه، يعني أيدوه ونصروه، ونصروه مش قال السياق نقول لك واتبعوه، لكن قال لك واتبعوا النور الذي أنزل معه. ده وصف القرآن الكريم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هنا اللي هو القرآن الكريم، والاتباع هو للقرآن الكريم، والنبي عليه السلام كان أول الناس اتباعا للقرآن الكريم وأمر بذلك. ربنا قال له: اتبع ما أوحى إليك من ربك، وقال له: واتبع ما يوحى إليك واصبر، وقال لك: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقال له: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقال له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وتكرر إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فالنبي عليه السلام كان متبعا للوحي، وهذا الوحي القرآني هو النور، ونحن نتبع هذا النور. عليكم السلام.